السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي الغاليين، احلى اخوات في الدنيا وعلى المجرة. اخباركم ايه جميعا؟ يا رب دايما بخير وبصحة وهنا. الامارات اللي بيبعتوا يطمنوا عليا على الماسنجر، الحمد لله انا احسن، فكيت الخياطة ويطا النهاردة. وادعوا لي بقى يا جماعة عشان خاطر الموضوع كبير والجرح كبير، زي ما انتم عارفين كان معدي الحاجة وخمسين غرزة، فمحتاجة دعائكم. وبشكر كل اخواتي اللي بيدعوا لي، وبشكر كل اخواتي اللي بيسألوا عليا، ما تحرمش منكم يا قلب اختكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي تحت مسمى لو عندي اي نوع كريم رخيص ازاي احوله لاقوى كريم موجود على المجرة. لو انت اول مرة تشوفيني قلب اختك النهاردة، عايزة اقولك ان انا عاملالك ملف كبير تخين مقلبس كده، بعرفك لو عندك نوع زيت رخيص، لو عندك نوع كريم رخيص تحوليهم ازاي بطرق كتير قوي كلها حصري. وحطلك الملف ده اسمه ملف التحويل، ملف تحويل الكريم او الزيت، هتلاقيه موجود في اول تعليق. الملف ده ضروري بعد الفيديو تبص عليه. بنقولك لما تجيبي اي نوع كريم رخيص ازاي تحوليه للكريم اللي بيتباع بره ب 700 و 800 والحاجات المستورده. طب يا رشا، انا دلوقتي بتفرج عليكي ومش عارفه ايه الكريمات اللي انا ممكن اخدها اجندها في الوصفه واشتغل بيها. انا قبل كده قلت لك انا افضل ان انت تجيبي كريم تشتغلي بيه افضل ما اعمل قاعده كريم، او افضل ما اروح اشتري قاعده كريم. لا، في كريمات رخيصه معانا على المجره ممكن نجيبها نشتغل بيها. زي ايه يا رشا؟ زي ايه؟ ده كتير قوي، حطالك اسماء كريمات رخيصه جدا بالكرياتين بالارجان بحاجات حلوه قوي، هتلاقيها موجوده في ملف عندك برده في اول تعليق اسمه ملف الصيدليه. ملف الصيدليه فيه اسماء كريمات رخيصه جدا ممكن تجيبيها تشتغلي بيها، فيها اسماء زيوت للشعر رخيصه، فيها اسماء حاجات ادويه حلوه قوي في الصيدليه رخيصه للتخسيس، فيها حاجات للتفتيح. ملف الصيدليه امر قوي في اول تعليق. يلا بسرعه يا قلب اختي، حطي تعليق بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعليق ثاني ادعي لي، حطي اللايك، اكتبي رقم رقم اللايك، الناس السالكه رقم اللايك في التعليقات. ويلا بينا، اللي بيحب رشا يحط لايك وتعليق لما اجي، محدش هيعلق. محدش هيعلق. انا هنا اشتغلت بكريم فانسي، تمام. انا بحب الكريم دوت، سعره رخيص وبالزيتون، زيت الزيتون وفيتامين هي مين هي، فلطيف. حتى ان العلبه لسه جديده بقفلتها، حتى لسه اهي يعني لسه ما تتفردي بقى، ده التنها مضبوطه. ما علينا، اهو لسه العلبه جديده نوفي، هنشتغل بيها. حتى هشتغل على وضعها كده، اللي هو ايه، مش هفضيها، لا كده. انا بجيب اي علبه كريم وهي هتشتغل معايا واحده واحده زي ما انا هشتغل. اول حاجه هتعمليها، ودي كده بسم الله الرحمن الرحيم، احنا يا كريم يا اللي معانا ايا كان نوعك، واحده في الدول العربيه، واحده هنا، واحده هنا، مش لازم فانسي، اي نوع كريم انت هتشتغلي بيه مطلوب من حضرتك رقم واحد هنعمله ان احنا هنحط شويه من الجليسرين. ايه يا رشا الجليسرين؟ الجليسرين حلو قوي، بنسميه ان هو بديل الهيلورونيك عشان بيطري الشعرايه. طول النهار في الشمس، طول النهار في الحر، الشعرايه اتقصفت مني، رحنا مصيف اتعرضت لحراره، كويت شعري، استخدمت ميه اكسجين، شعرايه محروقه بمعنى اصح، مش هتلاقي احلى من الجليسرين. بجيبه من الصيدليه او بجيبه من العطار او بجيبه من محلات المنظفات، تمام. هحط منه هنا كده شويه، يا رب اعرف افتحه. استني بقى يا غاليه اشد استنى اجيب حاجه اشد بيها. بصي كده يا روحي، العلبه ملانه اهي على خيرها زي ما احنا اتفقنا، تمام. بتجيبي علبه كبيره وبتشتغلي فيها، تمام. وهفتح اهوت، بشيل اللي هي البتاعه دي اللي على الجليسرين عشان اعرف افضيه. ثانيه واحده، ايوه بسم الله. حطي لايك يا اختي ورقم اللايك بسرعه اهو. لا ده معصلجه بقى، معصلجه، هتعور انا كده بالسكينه دي. استنوا، اوبا اهو اتفتحت، تمام. بصي كده يا روحي، لفت لك من الناحيه دي اهو، بنفتح كده، بنحط هنا كده شويه اهو كده، مية مية، تمام. وبنرجع تاني، وبنرجع تاني نغطيها كده اهو، تمام. ونقفل عليها اهو، تمام كده، مية مية. حطينا شوية من الجليسرين لزوم ان هو ينعم لي الشعراية، تمام. يبقى اول حاجة واساسية ولازم تتحط شوية من الجليسرين. رقم اتنين اساسية ولازم تتحط لو عاوزة شعرك يطول، شعرك يتقل، اللي هي رقم واحد في اي مشكلة بتواجهنا، شعر بنوتي منحول، شعر بنتي ما بيطولش، شوية من زيت الخروع.
زيت الخروع للعلم قلت لك احنا عاملينه هنا على القناة، طريقته اسهل مما يكون. رحنا للعطار جبنا ب10 جنيه بذور خروع ب10 جنيه فقط، خدناه عملنا بيه فرح ابن العمدة خروع، تفرقي عليكي على العيلة وولاد العيلة. فزيت الخروع من الزيوت الرخيصة جدا، تمام؟ لو انت هتشتريها من العطار كلها على بعضها مش هتكمل معاكي 15 جنيه او 20 جنيه بالكثير جدا، تمام؟ استنى اشوف لك سعرها عشان الناس اللي بتحب تعرف الاسعار. تاني تاني، بسم الله بسم الله، ب15 جنيه يا اخوانا، تمام؟ اهو زيت الخروع ب15 جنيه مش بحاجة. اهو هتجيبي ازازة من العطار او انك انت تعمليه في البيت. لو عايزة طريقة زيت الخروع اكتبي لي تحت في التعليقات ابعتها لك. هتحطي قد ايه يا رشا؟ هحط نص غطا فقط لا غير. اهو بس ما شاء الله قوامه عامل ازاي. حطي الشوية الصغيرين دول اهو بمقدار نص غطا، ركزي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رشا ما الخروع حلو، ده بيتقل الشعر، ده بيعالج التساقط، ده بينبت الفراغات، ده بيكثف الشعرايه. ما تحطي غطا غطايين، ايه البخل ده؟ كتر الزيت في الكريم هيخليه يفصل. فامشي معايا بالعقل كده، نص نص عشان خاطر تطلع معاكي الوصفه مظبوطه، لان في زيوت ثانيه هنحطها. فنص غطا من الخروع على ازازه، تمام؟ تمام. دي مش قطع، وهنا اهي عشان ما حدش هيسيبوا الفيديو كل ما البس دي يسيبوا الفيديو يقولوا فيه قطعه، دي مش قطعه. ماشي نرجع بقى. رقم 2 زيت لازم يكون عندنا عشان برضو نطول شعر بنوتتنا ويبقى اخر ظهرها واحنا داخلين على مدارس، هو زيت، هو زيت الروزماري او زيت اكليل الجبل او في ناس بيسموه زيت حصى البيت. سعره يا قلب اختك قلت لك رخيص، هتلاقيه غالبا ب 20 جنيه كنت موراكو برضو الورقه من اي محل عطاره. وللعلم زيت الروزماري عاملينه هنا في البيت بمكونات بسيطه، لو عايزه الوصفه اكتبي لي في التعليقات ابعته لك او ادخلي على ملف الزيوت هتلاقيه في اول تعليق. تمام تمام. تيجي واحد يقول لك طب ما انت يا رشا ما بتستخدميش ليه من اللي كنت عاملاه؟ كنت عاملاه يا غاليه من سنين على القناه وخلص. وللعلم اللي احنا عاملينه احلى مليون مره من الجاهز، واظن انتوا عارفين كده كويس. تمام كده تمام، ومية مية وعلي العيل. حطينا شوية من الخروع، هحط زيهم حبة من الروزماري لان الروزماري هو الزيت رقم واحد في تطويل الشعر. اهو هاخد منه قد ايه؟ نص غطا برضو. اهو يا جماعة زيوت الحواج من الزيوت القمر جدا، اللي هي زيوت على ابوها بمعنى اصح. اهو زيت كده اللي بص قوامه اصلا، شوية زيوت متكلفة. نص غطا يا رشا. طب ما بيطول الشعر، حط فرح ابن العمده تاني، كتر الزيوت في الكريم هتخليه يفصل يا قلب اختي. تمام كده تمام، ومية مية. هنحط ده ونعين الخروع ونعين الجليسرين ونيجي بقى نشتغل على نظافه. واحده قاعده تتفرج عليا تقول لي معلش يا رشا ده انا طول السنه عماله استخدم زيت الروزماري ولا شعري طول ولا شعري اتنيل. واحدة جنبها قاعدة والنبي يا غالية وانا كمان بستخدم زيت الخروع اللي عمالة تقول عليه ده، ولا شفتي شعري تقل ولا شعري طول. طيب الرد يكون ايه بقى؟ لو حضرتك بتستخدمي حاجات بتطول ورحت استوردتي لي كريم من امريكا بيطول وعملتي جلسات ايه وعملتي الجن الازرق والشعرايه ما بتقعدش في بصيله الشعر الفتره بتاعتها المطلوبه، عمرك ولا هتحسي بطول لشعرك ولا هتحسي ان شعرك بيتقل. امال يا رشا اخلي الشعرايه تقعد في بصيله الشعر ازاي؟ ان انا اطول عمر الشعرايه، اطول عمر الشعرايه ازاي؟ بزيت وحيد موجود على المجره اسمه زيت الجينسنج. فين زيت الجينسنج؟ اهو يا قلب اختك. زيت الجينسنج بيجي من عند اي عطار. الوصفه دي كنا احنا عاملينها قريب بزيت، تمام؟ لكن النهارده احنا بنعملها بكريم لان في ناس شعرها في الصيف ما بيجيش على الزيوت، في ناس بتحب الكريمات وانا واحده منهم، شعري بيجي على الكريم اكتر. فحضرتك ممكن تحطي المكونات دي على زيت وممكن تحطي المكونات دي على كريم. زيت الجينسنج بيتجاب من عند اي عطار ورخيص عشان ما تجيش واحده تقعد تهبد وهي قاعده، عشان كده انا عينها في الفاتوره وتقول لك ده غالي ده انا جبته ب 200,000 جنيه وسمحت كده فعلا في التعليقات. اهو اهو يا اختي واللي ما بيشوفش يشوف. اهو زيت الجينسنج تمام 15 مللي، الكميه واحده، السعر 20 اهو ب 20 جنيه عشان ما فيش واحده تقول اصل انا جبته ب 30 جبته ب 50، ان شاء الله تجيبيه ب 1000 جنيه مش مشكله. تمام اهو بيجي بالمنظر ده،
هاخد منه في حدود ربع غطا كده احطه هنا، لاني اصلا استخدامه بيبقى نقط. يعني لو انا مثلا سي قاعده كده ساعه صفا ساعه عصاري، باخد كام نقطه بالقطاره 3 4 نقط وبدعك بيهم فروه الراس. فانا الازازه الحلوه الكبيره دي هحط في حدود ربع غطا عليه اهو. بسم الله اهو يا قلب اختك. حابه ادي دول كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وبحطه هنا بسم الله مية مية. والله العظيم وديني الخلطة دي قوية فوق ما تتخيلش. لو استخدمتيها بانتظام على شعرك ولا شعر بنوتك اقسم بالله لا يوصل لاخر ظهرها. تمام اهو. يبقى احنا هنحط شوية من زيت الجينسنج. ليه زيت الجينسنج؟ لان قلنا بيلعب على حاجة اسمها الاناجين فيس. الاناجين فيس ده يا رشا كلمينا عربي اللي هو عمر الشعرية. فعشان كده لما استخدم روزماري او بستخدم خروع انا مش شايفه نتيجه تطويل. وانتوا بتضحكوا علينا طول النهار تقولوا ده الخروع بيطول والروزماري بيطول، ما احنا شايفين تطويل. مش شايفه تطويل عشان الشعريه ما بتقعدش في بسيله الشعر، الشعريه بتقع. اخليها تقعد في بسيله الشعر ازاي اطول فتره ممكنه عشان الاحظ تطويل والاحظ تتقيل بالجينسنج. فلو مش موجود في بيتك عمرك ما هتلاحظ ان شعرك بيطول ولا عمرك هتلاحظ ان شعرك بيطول. اظن كده احنا قلنا الخلاصه وقلنا انه حطينا الجينسنج، حطينا الروزماري، حطينا الخروع، حطينا الجليسرين. ده اللي احنا حطيناه يا قلب اختكم. هنسكت مش هنسكت؟ امال هنعمل ايه؟ تعالي ندي ده تقليبه ونيجي بقى لليفل الوحش زي ما انتم مسميين رشا كده وحش اليوتيوب. علشان بتوصل بالوصفة لليفل الوحش فلازم نحط حاجة تقلب لنا الكريم ده لليفل الوحش. وللمناسبة عندك ملف هنا على القناة اسمه ملف ليفل الوحش. ايه ملف ليفل الوحش ده يا رشا؟ لو انت يا قلب اختك لسه داخلة القناة جديد، طبعا عايزة اقوى وصفات بتاعت منظفات، اقوى حاجات اتعملت للشعر، اقوى حاجات اتعملت للتخسيس، اقوى حاجات للتفتيح. فانا جمعت لك الحاجات اللي هي ليفل الوحش دي، حطيتها لك في ملف اسمه ليفل الوحش برضه في اول تعليق مع ملف تعليم الزيوت، مع ملف اللي هو ازاي تحول الكريم، مع ملف الصيدلية. كل ده في اول تعليق بصوا عليه بعد ما تخلصوا. هنديله رجة. طبعا لو انت بقى حاطه في علبه كريم مفتوحه هتقلبي عادي مفيش مشكله. تمام اهو. وزي ما قلت لك يا قلب اختك تديري بالك ما تحطيش بعشم، هتمشي زي ما انا قلت لك نص ونص ونص يعني نص ونص. احنا حطينا نص خروع ونص روزماري وربع من الجينسنج، يعني بتتكلمي في غطا وربع الليله كلها اللي احنا حاطينها قشطه جدا. اكتر من كده الكريم معانا هتبص تلاقيه فصل. تمام كده تمام كده. رجناه ونيجي بقى للنقطه الاهم الا وهي يا رشا يا اللي احنا مسمينك وحش اليوتيوب، اعملي لنا الوصفه دي وصلها لنا لليفل الوحش. راعي اخواتك اللي عايزين شعرهم يطول، راعي اخواتك اللي شعرهم متقصف، راعي الناس اللي عندها شيب، راعي الناس اللي عايزه تقوي بصيله الشعر او الناس اللي عاوزه تقوي الشعرايه اللي اتحرقت. اوكي هراعي لك ده كله بحاجه واحده الا وهي يا قلب اختك اقراص الفوليك اسيد. اقراص الفوليك اسيد دي الاقراص اللي كنت بتاخديها يا قلب اختك وانت حامل اول 3 شهور في الحمل. اخواتنا في الدول العربيه موجوده عندك وموجوده في كل الدنيا، كل ما فيش واحدة حامل إلا لما بتاخدها. إقراص الفوليك أسيد بتتاخد من الصيدلية أول 3 شهور من الحمل. الشريط اللي انت شايفاه ده سعره مش عارفة 6 جنيه أو 7 جنيه، حاجة هبلة جدا. 10 إقراص زي ما انت شايفة. بيعمل إيه؟ بيطول الشعر بسرعة الصاروخ، بيعالج الشيب، لأن زي ما قلت لك قبل كده قد اكون عندي شيب وعمال الف حوالين نفسي واعمل ماسكات واعمل كريمات واعمل واعمل وصبغه و و و وانا اصلا عندي نقص فوليك اسيد، فهو ده اللي مبوظ لي الدنيا. فقد يكون الشيب اللي عندك يتحل بقرص زي ده. بيقوي الشعرايه، بيطول الشعر، فوائد رهيبه وحاطط لكم عنه سكرينات ياما مش عايزه اعيدها تاني. تمام بجيبه من الصيدليه. هتعملي ايه يا رشا؟ هفتحه بيبقى من جوه كده قلب اختك اقراص كده لونها مصفر. تمام اهو. هحط دول في ورقه واطحنهم وارجع لك علشان نحطهم هنا. بالله عليكي وحياه اولادك لايكات لحد ما ارجع لك يا نور عيني. ورجعت لكم تاني يا قلب اختكم. بشكر كل اخواتي اللي حطوا لايكات، تتسعدي وتتستري وتتجبري. الناس اللي مستلكه اللي مش حاطه مش مسامحاكي وربنا. بصي بقى حطيتهم هنا ودقيت عليهم بصي اهو. تمام وحطيتهم هنا بقى بالذات. انت اعملي في ورقه بس عشان اعرف اكبهم قدامكم، يعني انا ناصحه شويه يعني. اهو نفتح 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 نركن دي كده نجيب دي كده. بسم الله حاسهم هيقعوا اهو. بسم الله شطره يا اوشا شطره يا اوشا. انت بقى يا قلب اختك عايزه تحطي 3 4 5 6 مفيش مشكله. جميل جميل وكله خير.
تمام اهو، وهنحط الغطا وقلبي يا مدام، قلبي يا مدام. حطينا الخروع، حطينا الجليسرين، حطينا الروزماري، حطينا الجينسنج، حطينا الفوليك اسيد، تمام كده، تمام كده. وهتربي رجه كويسه او لو علبه كريم مفتوحه هتقلبي بالمعلقه. طريقه الاستخدام، بيحتاج غسل، النعمه مش بتتغسل يا قلب اختك، ده انا بستخدمه وبسيبه زيه زي اي كريم تصفيف عادي، بسرح شعري وبغسل شعري عادي، بغسل شعري عادي وبدهنه على شعري وبسيبه، بحط البنوتش وهي رايحه المدرسه، بحطه وانا نازله رايحه شغلي، بحطه وانا قاعده ومفيش منه اي مشكله، مفيش حد يجيب لي يقول لي اصل امتى هنغسله، لا النعمه ما بتتغسلش يا قلب اختك. بس طبعا في الطبيعي في الصيف شعرنا لازم يتغسل مره كل اسبوع، مرتين في الاسبوع، تمام كده، تمام كده. دلوقتي هتخلصي معايا الفيديو، ارجعي بصي على ملف في تعليم الزيوت عشان تشوفي زيت الخروع بيتعمل ازاي، وبصي بسرعه على ملف الصيدليه شوفي اسماء الكريمات والزيوت الرخيصه، لايك بسرعه، ويلا بصي على اول تعليق.